أيها الأحرار السوريون، أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنفست إيران الصعداء وتلقت أمريكا هزيمة مدوية في مجلس الأمن إبان التصويت على مقترح قرار أمريكي لتمديد، هو هناك كان قرار سابق صادر عن مجلس الأمن بحظر بيع السلاح وحظر بيع السلاح على إيران، وكان هذا القرار قرار قديم في الآونة الأخيرة منذ أيام تم التصويت على قرار على تمديد القرار الحظر، ولكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض الفيتو كما هو معهود على هاتين الدولتين الداعمتين للإرهاب والقتل، روسيا والصين الداعمتين لبشار الأسد، والصين التي تقوم بذبح الإيغور والرهونجا في الصين، بالتالي ليس غريبا عن الصين ولا عن روسيا التي أبادت الشعب السوري والشعب الأفغاني والشيشان، وأينما حلت روسيا حل الخراب، والآن تدعم الرئيس الذي يحاول الشعب خلعه في روسيا البيضاء أو في بيلاروسيا، بالتالي ليس غريبا أو مستبعدا عن هاتين الدولتين دعم الإرهاب إيران. الدول الأوروبية امتنعت عن التصويت لصالح هذا القرار، امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو فرنسا وبريطانيا، لأن هاتين لأن الدول الأوروبية لديها أهداف أكثر من الأهداف الإيرانية. الهدف الأول، أولا هي تعلم علم يقين بأن روسيا والصين سيستخدمان حق النقض الفيتو، بالتالي لماذا التصويت على هذا القرار طالما أنه سيسقط؟ ولكن التصويت كان سيعطي دفعة معنوية لحلفاء هذه الدول، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نظرة أوروبية أيضا على الانتخابات الحاصلة التي ستحصل في أمريكا، وخاصة خروج الرئيس ترامب من السلطة وقدوم بايدن الذي يتحدث عن إعادة الحياة للقرار لاتفاقية النووي مع إيران التي وقعت في عام 2015 بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، بالتالي بايدن وأوروبا ربما تعول على بايدن وإعادة النظر بخروج أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق النووي، ويعولون أيضا وربما يراهنون على خسارة ترامب هذا منصبه في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس البيت الأبيض. الأمر الآخر، أوروبا حقيقة لا تريد أن تبقي إيران ضمن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه من خلال المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، الدول دائمة العضوية زائد واحد ألمانيا، كل الدول اتفقوا على هذا القرار، إلا أن الرئيس ترامب في عام 2018 خرج من هذا الاتفاق ووصفه بأنه الاتفاق الغبي، وطالما هاجم الرئيس السابق إلى البيت الأبيض أوباما على توقيع هذا الاتفاق، دائما ما يصف هذا الاتفاق بالاتفاق الغبي. طبعا أوروبا لا تريد أن تجبر إيران أو تجبر إيران على الخروج من هذا الاتفاق والتملص من هذا الاتفاق والعودة إلى مفاوضات من الصفر. طبعا الاتفاق كما تعلمون هو يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم واستخدام المفاعلات النووية والسعي لتصنيع سلاح نووي. أمريكا تريد إضافة بند عليه وهو منع إيران من إنتاج الصواريخ البالستية أو صواريخ طويلة المدى ومحركات الصواريخ تحديدا التي أطلقتها على دير الزور، هذه الصواريخ التي أطلقتها طهران على دير الزور وأطلقتها مؤخرا على القواعد الأمريكية إبان مقتل الإرهابي المجرم السفاح عليه من الله ما يستحق الإرهابي قاسم سليماني. بالتالي أمريكا والكيان الصهيوني وحتى الدول العربية ربما تقاطع مصالح تريد منع إيران من إنتاج وتطوير هذه الصواريخ، وإيران تتحدث عن إنتاج صاروخين، واحد باسم المهندس والآخر باسم قاسم سليماني لزيادة الإرهاب، لأن المجتمع الدولي نقص إرهاب إضافي، لذلك إيران تمد المجتمع الدولي بهذا الإرهاب. إذن أوروبا عندما لم تصوت على هذا الاتفاق هي لم تصوت من أجل إيران،
لصالح إيران وليس ضد أمريكا، ولكن هي كانت تعلم بأن الاتفاق سيسقط بالفيتو المزدوج، وهي لا تريد من أن تجعل إيران تخرج من هذا الاتفاق. طبعا إيران بكل تأكيد هي أيضا تعول وتنظر إلى وتترقب القادم إلى البيت الأبيض الجديد، لعله بايدن، بالتالي بايدن هو يتحدث عن إعادة العلاقات، إعادة النظر بالاتفاق بخروج أمريكا من اتفاق النووي، وكان يتحدث أيضا أعتقد تحدث عن فرض عقوبات على تركيا، وتحدث بشيء ضد تركيا. إذن إيران تعول على وصول بايدن إلى السلطة أو تبديل الرئيس الأمريكي الحالي الذي وقع بعام 2019 آخر عقوبات وقع الرئيس الأمريكي بعام 2019. بالتالي يعني طبعا الصين وروسيا يتطلعان إلى من خلال إلغاء هذا القرار، والقرار طبعا بينتهي بال 2021 لبيع إيران مليارات الدولارات من الصواريخ والأسلحة الصينية أو الروسية. لذلك هم يتطلعون إلى هذا الموضوع، إذا تم إلغاء هذا القرار سيسمح لروسيا ببيع الأسلحة لإيران، وكذلك الأمر ذاته ينطبق على الصين المتطلعتان إلى الثروة الإيرانية في حال أو إلى الأرباح التي ستأتيها من خلال بيع الأسلحة لإيران بعد وقف تنفيذ القرار. إذا لم تكن الصورة واضحة في البداية، دعونا نعيد ما كنا نتحدث به. دعونا نعيد، ما أعرف إذا كان في صوت أو لا. شباب اكتبوا لنا تحياتي، شكرا لك. الصوت واضح، الصورة واضحة عندكم عشان نكمل؟ ما بعرف اذا في تقطيع او في شيء. في صوت. تحياتي، شكرا لك، السلام عليكم. الصورة الآن جامدة او مكفئة كالحديث؟ بالتالي نحن ذكرنا الأسباب اللي خلت انه وجهة نظر الأوروبيين ما بدهم إيران تطلع برات الاتفاق النووي. طبعا هني اصلا كانوا ضد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وكانوا يتحدثوا عن ايجاد اليات اقتصاديه ومن اجل التعاون مع ايران، الشركات الاوروبيه مع ايران خارج المنظومه الامريكيه، ولكن فرنسا مثلا انسحبت، شركه توتال انسحبت من الاستثمار في ايران، بالتالي ايران لم تعول كثيرا على الموقف الفرنسي مثلا والاوروبي، ولكن اوروبا عمليا هي لم تصوت من اجل هذه الشروط. روسيا والصين استخدما حق الفيتو، لانهم اول شيء لانه الصين اكلت عقوبات مؤخرا من امريكا نتيجه معاملتها وابادتها للشعب الايغور، وروسيا تحت العقوبات الامريكيه، وهناك خلافات وتصعيد كبير بين روسيا وامريكا. ما بعرف شو
شباب بتمنى تكتبوا لنا اذا الصوت، اذا في شيء توني ديوب. شباب الصوت واضح، ما بعرف الصوره عندي عم توقف، ما بعرف ساعه عندكم، بس بتمنى تكتبوا لي انه الصوره شغاله، الصوت شغال. سيد توني، شباب سليمان، الشباب البخيل، شباب بتمنى الشباب سامعيني انه اذا الصوت او الصوره واضحه عندكم، لانه انا شايف في تقطيع، ما بعرف اذا شغال عندكم ولا لا. على كل حال نكمل مع حضراتكم، انا كنت عم انتظر من حضراتكم تخبرونا بس بالتعليقات اذا كان في صوت او صوره واضحه حتى ما يروح كلامنا هباء منثورا. اذا بعد هزيمه بعد هزيمه مجلس الامن، هل تستطيع واشنطن تفعيل اليه اعاده فرض العقوبات على ايران؟ طبعا ما هي العقوبات، ما هي الاليه التي يتحدث عنها ترامب والتي هدد بها الرئيس ترامب باستخدامها من اجل اعاده فرض كل العقوبات التي كانت مفروضه على ايران مجددا؟ طبعا الاليه هي اسمها الزناد، هكذا يسمونها الزناد او سناباك او الزناد، وهي اليه او بند في الاتفاقيه يسمح لاحدى الدول الاعضاء بهذه الاتفاقيه والموقع على هذه الاتفاقيه اعاده فرض العقوبات او طلب اعاده فرض العقوبات على ايران على اساس او تحت عنوان ان ايران قامت بغش المجتمع الدولي وقامت بخرق هذه الاتفاقيه. طبعا كما هو واضح من عنوان هذا البند وهذه الفقره ان من يستطيع تفعيل هذا البند هم الأعضاء والأشخاص الذين وقعوا على هذه الاتفاقية. طبعا أمريكا أصبحت خارج الاتفاقية ولكن هي وقعت على هذه الاتفاقية. إذن السؤال، بما أن أمريكا وقعت سابقا على هذه الاتفاقية وعلى بنود كثيرة جاءت بهذه الاتفاقية، هل يحق لها تفعيل آلية الزناب من أجل إعادة تفعيل العقوبات، كافة العقوبات على إيران، أم أنه لا يحق لها؟ طبعا هناك آراء مختلفة بهذا الموضوع، ولكن بغض النظر سواء فعلت هذا البند فعلته أمريكا أم لم تفعله لأنها خرجت من هذا الاتفاق ولم تعد طرفا بهذا الاتفاق، أمريكا تستطيع فرض أقصى أنواع العقوبات كما قال الرئيس الأمريكي ترامب، قال سنفرض عقوبات لم يشهد لها التاريخ على إيران فيما سبق، وآخرها كان في عام 2019. طبعا سأحدثكم عن العقوبات، العقوبات الأمريكية تطال كل شيء. طبعا بخلفية تاريخية عن العقوبات الأمريكية على 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 إيران، طبعا العقوبات الأمريكية بدأت على إيران أي يا سادة الكرام منذ عام 1979، العقوبات بدأت على إيران، العقوبات الأمريكية بدأت على إيران في عام 1979 بعد أن سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للشاه إيران المخلوع بالذهاب إلى أمريكا من أجل الطبابة والعلاج. قام متطرفين إيرانيين تابعين لخامنئي بالهجوم على السفارة الأمريكية واعتقال واحتجاز الرهائن هناك، وسميت برهائن السفارة وأزمة السفارة. على إثرها قام الرئيس الأمريكي كارتر، حينها كارتر كان الرئيس الأمريكي كارتر، بإصدار أمر تنفيذي رقم 12170 في نوفمبر من عام 1979، وهذا القرار كان يتحدث عن تجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية والودائع المصرفية والذهب وكل هذه الأشياء اللي كانت جمدتها أمريكا ردا على اجتياح
السفارة وحجز الرهائن. طبعا العقوبات تتالت، يعني في عام 1900 اعتقد بال 84 بعد غزو بعد الحرب الإيرانية العراقية بال 84 اعادت امريكا فرض عقوبات مجددا على ايران، اللي منها منع تصدير الأسلحة والصواريخ وكل هذه الأشياء، وتوالت العقوبات يعني في عام 1996 وعام 2006 و2015 2018 آخرها بال 2019. دائما كانت يعني في 31، أذكر كم، في 31 يوليو من عام 2013 صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح فرض عقوبات مشددة على إيران. هذا كان ب 31 يوليو 2013. طبعا أنا سأعرض لحضراتكم جزءا من العقوبات الأمريكية التي كانت تقع بحق إيران، منها هذا كما تشاهدون على الشاشة الآن مع حضراتكم. هذه العقوبات هذه العقوبات التي تشاهدونها حتى لا نعيد، ويمكنكم قراءتها ويمكنكم أن تجدونها في موقعنا على الإنترنت، المركز العربي الأوروبي للدراسات، تجدون كل العقوبات وتجدون كل المقالات التي كتبناها في الموقع. هناك تتحدث عن كل هذه الأشياء والاستراتيجية التي يجب التعامل بها مع إيران. إذا توالت العقوبات الأمريكية على إيران منذ عام 1979 وبعد الغزو على بعد الاعتداء على العراق والمشاكل التي أحدثتها في دول الخليج والتبجير. يعني إيران دولة، نحن كعرب ما الذي يهمنا من هذا الموضوع؟ نحن كعرب ما يهمنا من هذا الموضوع أن إيران هي أكبر داعم للإرهاب، كما تقول أمريكا حقيقة هي أكبر داعم للإرهاب في منطقتنا، في المنطقة العربية. هي تدعم حوثي اليمن من وكل المشاكل التي تجري في اليمن بسبب الدعم الإيراني للإرهابي المجرم المسمى بالحوثي. هي تدعم الإرهابي المجرم التكفير المتطرف حسن نصر الله الذي دمر لبنان، والصحف الألمانية فضحته عن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في العنبر 12، كاد يدمر لبنان. السلاح الإيراني القذر الذي تعطيه للإرهابي حزب الشيطان الإرهابي التكفيري المتطرف، ذبح الشعب السوري وقاموا بإبادة الشعب السوري، أكثر من نصف الشعب السوري خارج سوريا نتيجة السلاح الإيراني. إذا هي تدعي وتقول، والمذابح التي ارتكبتها بحق أهلنا في العراق، هي تمنع العراق من أن يصبح دولة بسبب التدخل الإيراني وشياطين إيران وإرهابي إيران في العراق. إيران لن تصبح، العراق لن يصبح دولة. إذا هذا الذي يعنينا. ثم الذي يعنينا الأمر الآخر هو مسألة الصواريخ. طبعا إيران هي تسعى من خلال سمح لها بتصنيع صواريخ بفتح سوق للسلاح والحظر، إلغاء الحظر على إيران والسلاح الإيراني، ستفتح سوق للسلاح وبيع السلاح، وبالتالي ستجر ملايين الدولارات من هذه التجارة. ولكن هذا السلاح وهذه الصواريخ، يعني بالأمس من فترة قصفت فيها دير الزور وهي تهدد فيها السعودية وتهدد القواعد الأمريكية في معظم المنطقة، تهدد الإمارات، تهدد الكويت، تهدد كل الدول العربية بهذه الصواريخ، وهي تحتل كما يقول كبراؤهم من الإرهابيين والمتطرفين أنهم يحتلون العواصم العربية. طبعا اللي ما بيعرف الخلفية، يعني يمكنكم قراءة نظرية أم القرى لرجاني أعتقد، أم القرى، نظرية أم القرى للإيرانيين التي يدعون أن للولي الفقيه أو الولي السفيه الولاية العامة على كل هذه المنطقة. ويعني إذا بتراجعوا كتابات الكليني والمجلسي والجزائري، هم يقولون بأنهم حربهم مع العرب، هم يقولون إذا قام قائمهم يعني المهدي المنتظر وهو محمد بن الحسن العسكري أعتقد، طبعا هو مات مع الدولات، اخترعوا هاي القصة اللي تعرفوها انه جاريته هربت والسوالف الفاضي. بالتالي اذا قام قائمهم سيقوم بإبادة العرب، قالوا هكذا، لم يبقى بيننا وبين العرب الا السيف،
إذا قام قائمنا سيعمل السيف بالعرب، أي إبادة العرب. وكيف سيتعاملون مع اليهود والمسيحيين وبقية الدول؟ سيتعاملون مع سيتعاملون معهم بكتبهم، بالزبور والتوراة والإنجيل. فقط العرب يريدون إبادتهم، لأنهم لم ينسوا هزائمهم في ذي قار، ومن قبل ذي قار على يد قبائل إياد العربية التي كانت تقطن العراق، ومن ثم معركة ذي قار والفتح الإسلامي وإنهاء دولة الفرس وعبادة النار هناك. بالتالي حقدهم الرئيس مصب على العرب، ومخطئ ومغفل كل من يعتقد أن أو من يقول لك بأن أو يهمك بأن إسرائيل استطاعت أن توهم العرب بأن عدوهم الرئيس هي إيران. هذا كلام فارغ، كلام فارغ. إسرائيل تحتل جزء من أرضنا وهو الجولان، وتحتل القدس العربي، نعم، ولكن إيران تقول أنها تحتل العواصم الأربعة. يعني هي تدمر العراق، تدمر سوريا، تدمر اليمن، تدمر لبنان، مسحتها للبنان على الخارطة بسبب نترات الأمونيوم، سوريا مسحتها عن الخارطة. إذا إسرائيل تحتل الجولان، إيران تحتل سوريا كلها. يعني المحلات الآن بالبزورية مين اللي حرقها؟ كل المحلات اللي أصحابها ما بيرضوا يبيعوها لإيران كلها بتنحرق وبيأخذوها بالقوة، وحتى عم يغيروا المناهج وبيضعوا مناهج خاصة بهم. بالتالي هي العدو الرئيس. قد تتقاطع المصالح الصهيونية مع مصالحنا، ولكن إيران هي التي تعتدي علينا، هي التي تذبح شعبنا. يعني أنا موجود هون بسبب إيران، إيران ما قتلت أهلنا، إيران ما شردت إخواننا وأقربائنا وجعلتنا لاجئين في بلد في بلدان الغرب. فلا أحد يتفلسف أو يتحاذق ويقول لكم أنكم واهمون وأن إسرائيل أقنعتكم. لا، إيران تقول بأنها تحتل سوريا وتحتل دمشق، وتقول لبشار الأسد لولانا لما بقيت في دمشق. يعني هم يقولون هذا، وحتى أحدهم قال بأن بشار الأسد في 2012 كان سيهرب، وقاسم سليماني منعه من الهروب وقالوا سأستخدم كل القوى الإيرانية من أجل إبقائك في السلطة. إذن إيران هي التي تحتلنا وتريد احتلال اليمن، بل تعتبر اليمن ولاية إيرانية وتحتل الأحواز العربية اللي احتلتها بالخديعة والمكر، أعتقد أيام مصدق في تلك الفترة. إذن وهي التي قلبت على كل تعهداتها، حتى عندما جاء الخامنئي وبعد خلع الشاه قلبت على كل حلفائها في داخل العراق، وقلبت على الديمقراطية، وقلبت على كل هؤلاء الناس. يعني اليوم بعتقد في مؤتمر للمعارضة الإيرانية، هو أكبر مؤتمر في التاريخ ضد إيران. إذن إيران هي التي تستعدي الشعب العربي، وهي التي تهدد الشعب العربي، وهي التي تريد فرض نفسها شرطيا على المنطقة، وهذا لن يكون أبدا. بالجهلية مقبلناه، قبائل إياد العربية اللي بيعرف قبائل إياد سحقته لكسرى، قبائل إياد قبل زيقار سحقت كسرى، صحيح بالأخير انتصر عليهم، ولكن يعني هددوا ملكه. قبائل إياد قبيلة واحدة، قبيلة إياد، وكانوا قبيلة ضخمة جدا جدا، كانت تخطهم في العراق ثم معركة ذي قار وبعد الفتح الإسلامي. فنحن في الجاهلية لم نقبل تلك الفئة المارقة حتى نقبلها اليوم. بالتالي نعود إلى موضوعنا الرئيس، وهو القرار نعود إلى موضوعنا الرئيس الذي كنا نتحدث عنه، وهو القرار 2231 الذي كما قلنا أنه يمكن أو يسمح لأي دولة مشاركة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 أن تلجأ إلى آلية سناباك، وهي الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران. وهذه الآلية كما ذكرنا، سألني أحد الأصدقاء سؤال أنه ما هذه الآلية، هي بند في الاتفاق، بروتوكول، شيء متفق عليه. الزناد يعني اسم الزناد، يعني أنه في حال أمر إيران خرقت أو كسبت أو نصبت بموضوع الاتفاق النووي، طبعا الاتفاق النووي ينص على كما ذكرت لكم منع إيران من تفعيل المفاعلات النووية وتخصيب اليورانيوم، والسماح بزيارة المفتشين الدوليين دون إعلام إيران إلى إيران.
طبعا امريكا تريد اضافه الصواريخ ونحن نريد ذلك، وفشل امريكا حقيقه بالامس بمجلس الامن ازعجني ويزعج كل مواطن حر ويزعج كل مواطن عربي، لان هذا السلاح يستخدم ضد الشعب العربي حصرا. يعني كما شاهدتم في بيروت حزب الله الارهابي التكفيري هو حذاء ايران في لبنان، ماذا يفعل بلبنان والحوثي الذي خرب اليمن وكل مشاكل في اليمن مصدرها واساسها الحولي الحوثي. طبعا البعض ينظر إلى نهاية الأمر ولا ينظر إلى بدايته، وقلنا لكم يا سادة الكرام يا شباب أنه لا تنظروا إلى النهاية فانظروا إلى البداية، وقلنا كل نتيجة تلزم بالضرورة عن مقدمة لها. ما يحدث في اليمن اليوم هو نتيجة تمرد الحوثي وانقلابه على الاتفاقيات التي تمت وانقلابه على الثورة وسيطرة على صنعاء. إذن المقدمات هي التي أوصلتنا إلى هذه النتائج. التدخل السعودي كان نتيجة انقلاب الحوثي بغض النظر عن نتائج التدخل السعودي، وأنا أؤيده وكتبت أكثر من مقال في هذا الموضوع، أنا أؤيده. يجب سحق الحوثيين التابعين لأنصار إيران في المنطقة، أنصار إيران الإرهابيين المتطرفين يجب سحقهم في المنطقة، سواء في اليمن، في العراق، في البحرين، في سوريا، في لبنان. هذا التنظيم جسم سرطاني يهدد أمننا ويهدد المجتمع العربي بالكامل، ولم يطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني ويهددون منذ عام 2006. حسن نصر الله أصبح حارس حدود للكيان الصهيوني، وكل يوم إسرائيل تقصفهم وهم يزعمون بالمقاومة ويزعمون بمحور المماتعة وهذا الكلام الفارغ، وهم لا يقتلون إلا العرب. وطريق القدس أصبح في دير الزور وفي الحسكة وتشييع أهل دير الزور وبناء الحسينيات في الحسكة، لأن طريق القدس يمر عبر الحسكة وربما يذهب باتجاه أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ولا يمر إلى القدس العربية المحتلة. بالتالي أمريكا خارج هذا الاتفاق. طيب هل يحق لها؟ ذكرنا هذا في البداية لكن أعتقد أن الصوت كان متقطعا. أمريكا خارج هذا الاتفاق، ولكن أمريكا بالأصل هي وقعت على الاتفاق. من هنا يأتي بعض المشرعين أو الحقوقيين أو الباحثين في هذا الموضوع يقول لك هذا الاتفاق ما كان له أن يتم لولا أن أمريكا وقعت هذا الاتفاق. بالتالي هي أمريكا جزء من هذا الاتفاق، كونها هي التي مررت هذا الاتفاق وكان توقيعها هو الانطلاقة الرئيسية لهذا الاتفاق. طبعا تذكرون ترامب كيف أوباما كيف أفرج عن 700 مليون دولار لإيران التي كانت مجمدة في البنوك لإيران والتي مولت بها الحرب ضد سوريا وتغاضى عن كل الجرائم التي ارتكبتها في سوريا من أجل تمرير هذه الصفقة التي اعتبرها صفقة حياة أوباما، وكان أسوأ رئيس على المنطقة العربية وخاصة نحن كشعب سوري. ترامب ألغى هذه الاتفاقية، ولكن التوقيع أوباما على هذه الاتفاقية هو الذي جعلها اتفاقية، ولو لم تقبلها أمريكا في تلك الفترة لما كانت هناك اتفاقية بالأصل. بالتالي هنا يقول قائلهم قائل أو متحدث أو متقول بأن أمريكا باعتبارها وقعت على هذه الاتفاقية وفيها الكثير من البنود الموقع عليها أمريكا، يحق لأمريكا إعادة تفعيل هذه الاتفاقية. قلنا لكم أن أوروبا لا ترغب بإخراج إيران من هذه الاتفاقية وتنظر إلى ما بعد ترامب وإلى بايدن الذي تحدث عن إعادة هذه الاتفاقية. إيران أيضا تنظر إلى البيت الأبيض وساكن البيت الأبيض الجديد، ولكن كما ذكرت لكم شركة توتال الفرنسية انسحبت من الاستثمارات في إيران ولم يحدث هناك أي استثمارات حقيقية في إيران بعد فرض العقوبات. طبعا اللي بيسأل ما هي العقوبات الأمريكية التي فرضتها على أو ماذا كانت تطال العقوبات الأمريكية على إيران؟ طبعا العقوبات كما أذكر العقوبات كانت تطال مثلا قطاع الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والفحم، قطاع السيارات حتى استفاد فترة من الفترات بعد توقيع الاتفاقية، ولكن تم ثم انخفض وتراجع هذه الاستفادة. آخر عقوبة وقعتها أمريكا على أعتقد وقعتها ب 2019
طبعا فرض عقوبات على 14 باحثا في الطاقة النووية الإيرانية، فرضت عليهم عقوبات الباحثين لتحذيرهم انه انخراطكم بهذا العمل سيؤديكم الى التهلكة. طبعا فرضت عقوبات على فيلق القدس والحرس الثوري، واضافته يعني اخر شيء اضافت الفيلق القدس الارهابي المجرم الحقير الذي دمر سوريا ودمر اليمن ودمر كل المنطقة العربية، ويدعم الإرهاب المسمى حسن نصر الله، وضعته على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش. طبعا كمان قادة الحرس الثوري كان مفروض عليهم عقوبات. أمريكا كانت تسعى إلى جعل صادرات، خاصة الرئيس ترامب كان يسعى إلى جعل صادرات النفط الإيرانية صفر، كان يريد من إيران أن لا تصدر أي شيء من النفط، وتقريبا كاد يصل إلى هذا المستوى وهو الرقم صفر صادرات. كما أذكر في أعتقد في أغسطس عام 2000 أغسطس آب عام 2018 منعت واشنطن منعت الحكومة الإيرانية من شراء الدولار الأمريكي، هذه من ضمن العقوبات، وفرضتها حظر على التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني، بالتالي يعني عقوبات مصرفية، عقوبات على الحديد والصلب والصادرات النفط، النفط الخام، النفط الخام البتروكيماوي، كل هذا فرضت عليه عقوبات أمريكا من خلال العقوبات التي وضعتها ضد هنا الذي لم يشاهد هنا تفهمون فلسفة بهذا المنشور، تفهمون فلسفة الإدارة الأمريكية في فرض العقوبات. بغض النظر هل تستطيع أمريكا إعادة تفعيل هذه العقوبات أم لا، أمريكا تستطيع فرض عقوبات على إيران بغض النظر، يعني مجرد أن يصدر الرئيس الأمريكي قرارا أو الخزانة الأمريكية تصدر قرارا سيذهبون إلى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، حزب ترامب يتمتع بأغلبية هناك، ستفرض العقوبات التي تشاءها أمريكا، وليس فقط على إيران بل على الشركات التي ستتعاون مع إيران أو تبيع السلاح لإيران. هلا امبارح واحد بيقول لك أبو سينا شعبان بيقول لك إنه لماذا العرب يخافون من أمريكا، أو ما زالوا يعتقدون أن أمريكا هي الدولة القطب الواحد، علما ان روسيا هي القطب الثاني ولم يعد هناك قطب واحد، وهذا كلام فارغ يا حسين شعبان، لان امريكا تفرض عقوبات على روسيا كما تفرضها على ايران، كما تفرضها على بشار الاسد، كما تفرضها على الحوثي، كما تفرضها على الصين، كما تفرضها على الارهاب المجرم المسمى بحسن نصر الله. لو كانت روسيا القطب الثاني في العالم لا استطاعت ان تعاقب امريكا، من يعاقب من؟ يعني امريكا الان تعاقب روسيا، والاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا، الصين كذلك تحت العقوبات الأمريكية، بالتالي يعني أمريكا تستطيع معاقبة العالم كله، وهي تعاقب الصين وتعاقب روسيا وتعاقب بشار، يصور تعاقب حسن نصر الله حزب الإرهاب المتطرف وقاسم سليماني جماعة الإرهابي قاسم سليماني المسمى بفيلق القدس، وتعاقب روسيا وتعاقب الصين أيضا. بالتالي روسيا أمريكا بغض النظر عن هذا الموضوع عن تفعيل آلية الزناد، هي تستطيع فرض عقوبات كما تشاء بحق النظام ملالي إيراني الإرهابي المتطرف، ولكن هنا علينا أن نتوقف أمام نقطة أساسية. ولو نرجع بالتاريخ للخلف، عندما قامت روس بعد أن استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابي المجرم المتطرف القاتل الإرهابي قاسم سليماني والإرهابي الآخر المهندس المجرم الآخر الذي حارب ضد الجيش العراقي إبان الحرب الإيرانية العراقية، إيران قامت باستهداف منشآت أو قاعدة للجيش الأمريكي بهذه الصواريخ، وأمريكا لم ترد حينها. تعرفون لماذا لم ترد أمريكا حينها؟
أو ترامب لم يرد حين صمت، لأن ترامب كانت عينه على الانتخابات، واليوم نحن في صلب الانتخابات. وقلت لكم أن إيران والاتحاد الأوروبي يتطلعان أو ينظران إلى الانتخابات الأمريكية، ومن سيأتي إلى البيت الأبيض، هل هو بايدن أم إعادة ترامب إلى السلطة؟ لو جاء بايدن سيعود كما يقول، سيعود إن استطاع، سيعود إلى الاتفاقية. إذن حينها لم يرد ترامب على هذه القصف، لأنه كان ينظر إلى الموضوع الانتخابات. وحتى بعض الدول العربية للأسف حينها تراجعت عنه، وحتى طلبت التهدئة للأسف. وكان أمامنا فرصة كبيرة جدا، وأنا كتبت في هذا يجب أن نشجع أمريكا على استهداف إيران. أنا كتبت مقال منذ 4 سنوات العبد لله، كتبت من 4 سنوات على الأقل أو 5 سنوات، تحدثت به عن الاستراتيجية، عن أهداف إيران وأطماع إيران وما تتطلع إليه إيران، وذكرت لكم كل هذا الكلام وما يقول المجلس والكلين والجزائر وكل هؤلاء. ونظرية أم القرى أعتقد هو منشور بالقدس العربي وفي موقع الخليج أونلاين، وتجدونه في موقع في المركز العربي الأوروبي للدراسات. قلت في ذلك المقال إن الاستراتيجية التي يجب أن نتعامل بها مع إيران ليست استراتيجية كما يسمى العسكر، يسمونها العسكر جز الحشائش أو قص العشب أو تقليم الأظافر أو فرض عقوبات. إيران تعايشت مع العقوبات أكثر من 30 سنة، ونظام صدام حسين تعايش مع العقوبات أكثر من 11 سنة، وعندما سقط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين سقط بالقوة العسكرية ولم يسقط بالعقوبات، وحتى عقوبات النفط مقابل الغذاء لم تسقط الحكومة العراقية إلا سقطت بالتدخل العسكري. ثم جاء إرهابي إيران وقطاع طرق إيران وقاموا بإعدام الرئيس الراحل صدام حسين الذي كان يرعبهم حتى في جحورهم، كان يرعبهم صدام حسين. بغض النظر هل نحن نتفق مع سياسة صدام حسين الحقوقية أو الإنسانية أو الاجتماعية، ولكنه كان لديه بلد، وكان العراق يخيب نصف المنطقة زمن صدام حسين الذي عدمه عملاء إيران. وسبب الحديث عن العراق هو موضوع الإيراني. بالتالي بهذا المقال الذي أتحدث مع حضراتكم به قلت فيه أنه العقوبات، نظام العقوبات لن ينفع مع إيران، قص العشب لن ينفع أو جز الحشائش لن ينفع، تقليم الأظافر لن ينفع. بالتالي ما هي استراتيجياتنا؟ نحن كعرب متضررون أو متضررين من العقوبات من العدوان الإيراني. استراتيجياتنا يجب أن تقوم على تفكيك إيران وتقسيم إيران على الأقل إلى 3 دول. يجب أن أي استراتيجية عربي أو استراتيجية عربي، ربما أمريكا ليس لها مصلحة، أي استراتيجية عربي عندما يقدم اقتراحا من أجل إيران وتعاون مع إيران يجب أن يقدم مخططات لتقسيم إيران على الأقل 3 دول. أول الدولة وهي الأحواز العربية المحتلة، وهي دولة مستقلة بالأصل، احتلتها إيران غدرا وخيانة وغشا، وتعلمون كيف غشوا وخدعوهم، جاء بزيارة ثم استولوا على الميناء وهذه الأشياء التي تعرفونها حضراتكم. بالتالي الأحواز العربية تعود دولة، إيران نفسها تقسم إلى دولتين على ألا يكون، أنا كتبت هذا المقال فليشتمني من يشاء، على ألا يسمح بإقامة كيان كردي في إيران، لأن خيام كيان كردي على ظهر القمر يدعي أن سوريا جزءا منه وأن العراق جزءا منه وأن تركيا جزءا منه، هو ليس بمصلحتنا كعرب يعني كسوري وكعراق، ليس بمصلحتنا قيام دولة كردية تدعي أن العراق وسوريا جزء من هذه الدولة. بالتالي الأحواز العربية، الشريط الساحلي الحدودي مع البحر الأحمر، يجب أن يبعد العنصر الفارسي المتطرف الإرهابي عن الساحل الأحمر، ويكون هناك دولة بيننا وبين الفرس، البقايا الفرس بعد تقسيم إيران. بالتالي الأحواز دولة على الشريط الساحلي، وربما تعطى للأحواز العربية الشريط الخليج العربي حتى تمنع إيران أصلا من القول بأن الخليج الفارسي. بالتالي إبعاد إيران بدولة، فصل إيران بدولة عن الساحل الخليج العربي إلى الخلف والأحواز العربية هكذا، وحرمان إيران من معظم مكامن النفط والثروة، إعطاها لدول أخرى أو تقسيم النفط الإيراني إلى عدة دول أو تجزئته حتى لا يكون قوة بيد أي حكومة تكون متطرفة أو تسعى لإعادة ترميم، ومنع إيران من صناعة سلاح لمدة 50 سنة على أقل تقدير. بهذه الاستراتيجية يمكن أن نتعامل مع إيران. بالتالي حتى لو أطيل على حضراتكم، ربما البعض
قد خرج من أجل الحضور للفوتبول. بالتالي نقول أن إيران هي عدو، ونحن نؤيد فرض العقوبات الأمريكية وحتى قصف إيران، لأن إيران قامت بتدمير وتهجير الشعب السوري وتدمير اليمن من خلال السلاح الذي تعطيه للحوثي، وتدمير لبنان من خلال تمكين الإرهاب المتطرف التكفيري حسن نصر الله من السيطرة على الحكومة. تذكرون 7 أيار كيف اجتاحوا بيروت، ونترات الأمونيوم التي فضحتهم الصحف الألمانية بأنهم استجروها إلى لبنان وكادت تودي ببيروت كاملة. إذا هذا هو سبب عدائنا لإيران، ولا يخدعنكم أحد بالقول بأن إسرائيل تضحك عليكم وتقول لكم إيران، وإيران هي التي تقول بأنها تحتل العواصم العربية وعلماء وكبراء. من يسمون بالعلماء أصلا؟ يقولون إذا قام قائمهم أي المهدي المنتظر سيعمل السيف بالعرب، أي سيقتلهم بالسيف قتل عاد وثمود، سيبيد العرب، رغم أن المهدي هو عربي بالمناسبة، هو من أبناء الحسين، هو كما يقولون أنه هو ابن الحسن العسكري الذي لم يلد أصلا، لم يعقب، هو أصلا لم يعقب. وهذا سبب أنه النسب 12 باطل، لأنه هو 12 وليس لديه إلا 11 إمام، فقالوا أن هذا الإمام اختفى لأنه الإمام الأخير الحسن العسكري لم يلد ولم يعقب ومات وليس لديه أولاد، فاخترعوا هذه قصة الجارية التي هربت بها الولد وكل هذا الكلام. بالتالي المسبب ساقط، هم يقولون أنهم سيعملون السيف بنا وسيقتلونا، وهم الذين يقولون بأنهم يريدون يسيطرون على العواصم العربية الأربعة. إلى هذا القدر سأكتفي، سأنظر فقط إلى ما بعرف أنا كان مفصول عندي. عبد الرحمن الناصر، مساء الخير، تحياتي لك صديقي طولي، السلام عليكم. وعليكم السلام. الشباب لأنه أنا الشاشة بعيد شوي، الشباب اللي حضرونا أو اللي شاهدوا أو اللي علقوا أو اللي شاركوا، أنا بتمنى من كل الشباب، أنا تحدثت بعجالي لأنه الناس بعتقد بده يحضروا المباراة النهائية، بتمنى كل الناس اللي حضرونا يعملوا مشاركة للبث على صفحاتهم لو تكرم. هذا القرار لكم، هذا خيار خاص بكم انتم، اذا بتحبوا تشاركوا بكون لكم جزيل الشكر وكل الاحترام لكم. لو اشتركتوا في قناتنا على اليوتيوب من اجل البث المباشر على اليوتيوب، هذا قرار وخيار لكم. اقسم بالله العظيم انني لا احصل على اموال لا من اليوتيوب ولا من الفيسبوك، حتى لا يظن البعض بانني احصل، والله انا لا احصل على شيء، ولا كل المقالات التي كتبتها في حياتي لم اتقاضى عليها اجر، وانظر اكثر من 14 صحيفه انا كتبت لها ولم احصل على اجر، الا من موقع واحد بعينه هم عرضوا علي وحتى 10 مقالات فقط. بالتالي البعض يعتقد بانه اذا طلبنا منه انه يشارك في اليوتيوب او يعمل اعجاب في اليوتيوب او يشارك هذا بس يفكر انه ميسر بكون يحصل، اقسم بالله العظيم انني لا اتقاضى اموالا على هذا. أحييكم أجمل تحية، على أمل لقاء بكم في موضوع آخر، ربما غدا ربما في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.